يعني نشوف توقعاتكم لمباراة النهارده ايه؟ كابتن جودة بتروجيتو الداخليه بتروجيتو الاقرب للفوز. كابتن جودة كابتن التعادل نيش. تعادل وادي دجله والعبد المنور وادي دجله اتحاد الشرطه والمقاولين العرب تعادل واضح ان يعني بقينا متفقين. انتوا بتتفقوا بره في الاوضه قبل ما ندخل الاستاد؟ لا والله اختلفنا الداخليه وبتروجيتو يعني دي كان تحليلنا النهارده مع نجومنا طبعا كابتن يوسف حمدي كابتن محمد جودة نجومنا ونجوم مصر في الفتره السابقه. وبتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا وبعد قليل